أكدت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة نيويورك بأنها تابعت عن كثب مع السلطات الأمريكية المعنية ومنذ اللحظات الأولى لوقوع حادث إطلاق النار صباح أمس بالتوقيت المحلي في إحدى محطات مترو الأنفاق في نيويورك للتأكد من عدم وجود مواطنين كويتيين بين الجرحى. وأوضحت القنصلية بأن السلطات الأمريكية قد أكدت عدم وجود أي مواطن كويتي حتى الآن بين الجرحى ولله الحمد. وأهابت القنصلية بالمواطنين الكويتيين الموجودين في نيويورك توخي الحذر والابتعاد عن منطقة إطلاق النار واتباع توجيهات السلطات المعنية.